بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الاعزاء، جمهورنا الكريم الحاضر هنا في هذا الانطلاق الجميل، منذ لحظات اعلنت لجنتنا في شوطنا السادس ينطلق هناك مع ابكارنا المهجنات الاصايل لاصحاب سمو الشيوخ، ونتمنى دائما التوفيق والناموس يا الاخوه المشاركين، والشعارات التي دائما تعرف اين موقع الناموس ما شاء الله. وهناك اللي في المركز الاول سلهود لسيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد المكتوم محمد عبد الله بالدبيله، نقله على الخفيفه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع راشد سعيد بالغافريه، هو اخراب ثلاث المراكز. هنا بنقول بشاير لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم ومحمد بن عبيد محمد بن صبيح، وفي المركز الرابع الطويله سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري، وفي المركز السادس ولا بنقول الخامس عوايد 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 لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم سلطان بن محمد الملعاي، وهنا تاتي شعيله لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم ومطر بن محمد بن احمد بن رفيعه، وفي المركز السابع ما شاء الله هناك من الجانب الثاني نوف للشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم الثاني وسالم بن عامر المدهوشي ما شاء الله، نتمنى التوفيق للجميع. وفي المركز الثامن هنا شقيره على ثامن المراكز لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم، وثاني بن عبيد بن سعيد بن كديده الفلاسي ايضا حاضر هنا على هذا الانطلاق الجميل. وفي المركز التاسع هناك اللي هي سحامة، في تاسع سحامة لسمو الشيخ حمدان محمد بن راشد المكتوم عبد الله بن علي بن واس، وفي المركز العاشر والأخير جبارة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وسهيل بن مبارك بن سعيد بن مرخة. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة للمراكز، دعناها عليكم بالتمام، وهو النداء الأول ما شاء الله للعشرة المراكز والأسامي التي حاضرة في هذا الانطلاق الجميل وهذا الانطلاق المميز ما شاء الله. شوف الكوكبة الرباعية، ولا بنقول مع هذه الأسامي الحاضرة لمن الشوط وين بيصير، الشوط اتجاهه إلى أين، موقعك يا شوطنا السادس شوط الإبكار المهجنات، يعني اللي ما يستهان به هن الشواط كلهن من الشوط الأول لين 16، كل له تاريخه وكل له مواقفه وكل له سجل، حافل مدون في ذكريات المضمرين والمتابعين والخبراء. 2 كيلومترات يعني قطعناهن، والمتبقي اثنين من عمر هالشوط، المتبقي اثنين على خط النهاية والأسامي ما شاء الله الإبكار يتلاعبا في ساحة الميدان بسميها لعبة الناموس، ولكن سلهودة اللي تقودهن وكنترولهن لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. الشعار من يا بن حليس، شعار سمهوي ايضا يتواجد مع سلهودة. محمد بن عبد الله بالدبيله ايضا حاضر مع هذا الاداء الجميل. بينما المركز الثاني لقفيفة تاتي في ثاني المراكز لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد مكتوم، واحد رجال التاريخ راشد بن سعيد بالغافريه. وين هناك بشاير يا بشاير الخير، تاتي بثاني ثالث المراكز، وسمو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مكتوم محمد بن عبيد بن محمد مصبيح. ولكن اللي فاجاتنا نوف هناك اللي غيرت ما شاء الله على صدارة الشوط، وعينها وين؟ تبغى النقطة الثالثة. المركز الخامس اللي انتقلت في هذه اللحظات الى المركز الثالث بنقول الطويلة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، وفي عملية تضميرها سعيد بن عبيد الحميري ما شاء الله يا ملعاي ما شاء الله، ايضا قدم لنا عوايد، واهل العوايد الاوليه دائما يعرفون ان الموقع يا الملعاي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم سلطان بن محمد الملعاي. يلا يا سلطان، يلا يا ابو محمد، يلا يا سلطان،
الموقع يعني خلاص المتبقي يعني 800 متر الأخيرة. شدوا الرحال والأسامي الحاضرة هنا مع هذه الكوكبة الجميلة. ولكن الغرافة الهراي الأكبر حتى هذه اللحظات هناك اللي هي الواعية سجلت التوقيت الأفضل ومن عقبها يتنظبي والحين تأتينا اللي هي اللي ما شاء الله نوف في المركز الأول في الموقع الأول. والغرافة دائما وأبدا تعرف أين موقع المركز الأول، بينما عواي تأتي في ذلك المراكز لصاحب السمو شيخ محمد بن راشد المكتوم سلطان بن محمد الملعاي في عملية التضمين. ما تبقى يعني إلا 200 المتر الأخيرة ونزف السلام للمرة الثالثة على التوالي من هذا الميدان إلى الشحانية ومن الشحانية إلى منطقة الغرافة وين ما يسكن الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني. شكرا للنقطة الثالثة يا سالم يا بن عامر يا بن راشد المتهوشي وسلام سلام 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 يا نوف. المركز الثاني عوايد صاحب اسمه شيخ محمد بن راشد مكتوم. المركز الثالث لصاحب اسمه شيخ محمد بن راشد مكتوم شعيله. وفي المركز الرابع اللي في المركز الرابع لسمو شيخ مكتوم بن حمدان بن راشد مكتوم. المركز الخامس لسيدي سمو شيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. هكذا كانت النتيجه ايها الاخوه. 6 دقائق التوقيت الزمني 15 ثانيه. تهانينا والناموس.